السلام عليكم. شباب، معليش على التأخير، بس اليوم متحمس أعطي شيء محاضرة. سألت كم واحد وقال خلينا نتكلم عن أدوات التطوير والبرمجة، فقلنا فرصة نحط نعلمكم ايش معنى برمجة بشكل عام، وايش فائدة البرمجة واللغات وأنواع التطبيقات، ثم عاد نتكلم عن المواقع الأدوات التطوير. طبعا الموضوع مرة كبير، اليوم ناخذ جزء منه، تقريبا بغطي كل شيء لكن بشكل بسيط. ومتى ان شاء الله؟ ما انا اخوي باسم، ما شاء الله باسم جزاه الله خير، اول واحد سوى ريتويت لكل شيء، فصورتك مستحيل انساه. فنشرح الاشياء هذه، واذا شفت الموضوع انترستينج وحلو ومفيد مثلا راح نتكلم، يكون جزء ثاني جزء ثالث جزء رابع ان شاء الله. فانا قاعد اكتب تقريبا بشكل عام، ترى خطي يفشل مره يعني، لكن يعني انا حقرا لكم عشان الواحد ما يعرف يقرا. او عشان نتكلم عن اللغات، ما هي يعني، والامور هذه يعني، ثم نتكلم على المواقع، تعلم من البرمجه، ثم نتكلم عن الادوات، ثم التطوير، ثم المشاركه، ثم اخر شيء نتكلم عن التجربه، كيف تجرب. طبعا البرنامج خطير جدا، البيرسكوب نقل سريع وكل حاجه، حياك الله، نقل سريع وكل شيء، لكن مشكلته بالكومنتس يعني، انا وانا اشرح يمكن ما اركز معاكم، فالاسئله راح تروح. فافضل حل دائما اسويها موضوع الهاشتاج، يعني شوف هذا جوال ثاني في الهاشتاج، شو موجود الهاشتاج ياسر سكوير صفير. اذا عندك كمبيوتر، عندك جوال ثاني، عندك حاجه، فقط اكتب لي الاسئله هنا وخلاص، يكون كل ما اخلص شرح شكل كامل ارجع واقدر اشوف الاسئله كلها. حياك الله شيخ حسام، حياك شيخ حسام، مشتاقين لك. والله مشكلة ما في الأحمر وأزرق، أتوقع الأحمر أفضل يعني، تعرف أخرع مدرس وزي كذا، فوش رأيك أميز الأحمر والأزرق؟ أزرق، أوكي أبشر، ما يعني عاد أنا هلالي فلازم الأزرق يعني، ممتاز أبشر. اشرب شاهي خطير صراحه، فيه زعفران من منين، شو اسمها هذه، من كشمير، جميل جدا وصراحه رهيب، يقولون غالي فصغير وممتاز مره صراحه، فاتمنى انكم تذوقونه معي، صراحه رهيب. حياك الله هذا الشيخ. طيب اول شيخ شباب، هنركز اشرحكم بشكل عام، وش اعطيك ايش معنى اللغات، وش معنى البرمجه، انواعها، وكيف تقدر تفرق بينها يعني، وش الافضل اذا بغيت تسويها. ثم عاد راح نتكلم عن المواقع وكل شيء، وكل شيء بشكل نظري حاليا، ثم بعدين نتكلم بالمواقع. اوكي، اول حاجه شباب عندنا ثلاث تقريبا. اذا قلنا المواقع، المواقع تكون اكثر من حاجه، في عندنا نوعين من او خلينا نقول المواقع بشكل عام في نوعين، في عندك يو اي مثلا باك اند وفرونت اند، اوكي احنا نسميه زي كذا. مثلا خلينا نتكلم عن المواقع. المواقع عندنا حاجتين، عندك فرونت اند وعندنا باك اند. اوكي، الفرونت اند هي برمجة الاشياء اللي تشوفها قدام وجهك يعني بالموقع، يعني HTML5، CSS، جافا سكريبت، الاشياء اللي تشوفها وتشتغل عندك في نفس المتصفح فايرفوكس ولا كروم. فهنا المشكلة، يا سلام، زي الانترفيس، هو انترفيس HTML5، انترفيس جافا سكريبت، يكون فيه اشياء اكثر، انيميشنز، تعرض اشياء. فتقريبا هنا اهم الاشياء ممكن نقول عندك HTML5، في عندك الجافا سكريبت وانواعها، جي كويري، ميجي كويري، الامور هذه كلها جافا سكريبت. في عندك ايضا السي اس اس، اوكي، وغيرها من الاشياء الموجوده بالواجهه. اوكي، ثم تتكلم باك اند بعد شويه. هذه انترستنج جدا، لانه هذا المستخدم راح يشوفها، فيجب تكون في ابداع. وهنا طلعنا في حاجه جديده اسمها، هنا اسمها ريسبونسيف ديزاين. اوكي، ريسبونسيف ديزاين وش معناته؟ هنا ريسبونسيف ديزاين انه ممكن اسوي موقع معين، الموقع اللي يشتغل HTML5 و CSS، اقدر اصغر الشاشه، اكبر الشاشه، يشتغل معي في كل مكان، يشتغل معي بالجوال، يشتغل معي في التابلت، في الديسكتوب، الويندوز، الماك،
كل مكان اشتغل معي اذا موقع سويته ريسبونسيف ديزاين. اوكي، فهذه حلوه مره بالفرونت اند. في عندك شباب، في عندك فريم وركس جاهزه، يعني مو شرط تسويها من الصفر، في فريم ورك، في افضل فريم ورك موجوده. طيب ركزوا راح تفهم، يعني ركزوا شوي معاي. وفي اي سؤال شباب اكتبوا بالهاشتاج، خليني اوريكم الهاشتاج عشان بس تركزوا معايا. هذا الهاشتاج شباب، ابغى تصورون الشاشه. يا سلمت كونسيب، ادخل واكتب السؤال وراح اجاوب ان شاء الله ما اخلص. ودي ان بس نركز مع بعض لانه اوكي، بس اهم شيء الواحد ما نقطع الشرح. اهلا استاذ مياد، اول بطاريه صح قاعد اشحن. اوكي، اهم شيء ركزوا معي بالشرح، ترون كله مع بعض، كله متشاكل بعض الشرح. اوكي، يعني كل نقطه لها نقطه ثانيه، فشوفوا كامل بدون مقاطع عشان تكون واضحه. فشباب لما نسوي ريسبونسيف ديزاين يشتغل معي في كل مكان. هنا ميزه حلوه، هنا نتكلم كويب اب، لما نتكلم كمواقع كويب اب. اوكي، هنا عندك HTML5، عندك CSS، عندك HTML5 اوكي والجافا سكريبت، هذا يسمونه. في عندك فريم ورك جاهزه تساعدك ببناء مواقع حلوه. اوكي، مو شرط تبني كل شيء من جافا سكريبت من الصفر. في عندك اهم شيء وصراحه احبها، في عندك بوتستراب. اوكي، بوتستراب هذه ميزتها، هذا مدعوم من قبل تويتر. اوكي، من قبل تويتر دعمتها وموجودة open source، تقدر تستخدمها لتطوير مواقع ممتازة جدا، فعالة ممتازة لمختلف المتصفحات، فيها بوتونز جاهزة، فيها spinner، فيها drop down list، فيها بوتونز بجميع أنواعها، pop up بجميع أنواعها. تقدر تستخدمها بطريقة سهلة. أوكي، الحين نظري أوريك المواقع والطريقة. أوكي، جميل، هذا front end. أوكي، أي موقع راح أتكلم عن الفرونت إند وباك إند. هذا الفرونت إند، أوكي، عشان تصميم مواقع وجه. الباك إند هذا اللي وراء، المخ حق الموقع. أي موقع تدخل فيه وراح يكون فيه واجهة، صحيح، مثل تويتر. تويتر عندك زر مكتوب فيفوريت، أوكي، زر على شكل قلب. لما تسوي القلب هذا يطلب شيء من الباك إند، من 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 الـ API، من السيرفر، يقول مثلاً أضيف تويتر هذه خليه مفضلة. أوكي، اللي ورا هذا نسميه احنا باك اند. اوكي، هذا الباك اند في لغات مختلفه، عندك مثلا عندك البي اتش بي. ترى شباب نحاول اشرحها بطريقه مره بسيطه، اوكي، ما ودي اصعبها لانه متى ما سهلناها الواحد راح يفهمها. اقدر اجيب لكم مصطلحات تخليكم تضيعون معي، مره سهله. وهذا اغلب الدكاتره عندنا كذا حق الجامعات، جيك مصطلح مصطلحين يبين انه فاهم وتضيع معه على طول، مره سهله. فحنا بحاول اسهلها مره، واي سؤال يكون مثلا تبون سؤال تفصيلي اسالوه بالهاشتاج واقدر اجاوب عليكم. اوكي، بعدين عندك شاب هنا الباك اند برمجه بي اتش بي، في عندك البايثون، في عندك الروبي، وش في شاب ذكروني، في عندك الجافا، بعد ممكن تبين ايش فيه، عندك كل شيء، عندك سي بلس بلس، اوكي، كل حاجه. هذه الباك اند. طيب سؤال مهم جدا، كيف يتواصل هذا مع هذا؟ يعني عندك فرونت اند وعندك باك اند، كيف يتواصلون مع بعض؟ حلو، يعني بكل بساطة هنا مثلا افترض عندي داتابيز، اوكي، وهذا مثلا سيرفر، وهذا نسميه سيرفر، اوكي، وهذا نسميها الاب ابلكيشن او موقع، نقول ويب. اوكي، دائما يكون في اي بي اي. اي بي اي هو وسيلة لاخذ واعطاء معلومات. طبعا فرونت اند وباك اند، اذا كنا موقع سخيف، مثلا موقع بسيط جدا كله مثلا موقع HTML، في مثلا باك اند هذا عبارة عن فورم بسيط تخزن معلومات وتنزلها على طول. لكن تكلم كشيء اكبر لازم يكون فيه عندك اي بي اي. الاي بي اي هذه يستقبل اوامر من الموقع، من الابلكيشنز، من هذه كلها، ويروح للباك اند، والباك اند هنا يسوي الشغل اللي يبغاه، مثلا يحسب بيانات، يخزنها بداتابيز، يكتب ملف عندك بالفايل سيستم، يسوي حاجه. فيجب تعلم الاي بي اي.
الاي بي اي هذا علم ممتاز مره، وترون هذا مهم جدا. في عندك اهم شيء عندك بروتوكول، عندك ريست فول. اوكي شباب، ريست فول اي بي اي بروتوكول، هي عندك تبرمج مثلا عندك الانبوت راح يكون في انبوت اوت بكل بساطه. الانبوت يقول اكتب لي ملف، الاوت يطلع لك الملف. اوكي، دائما الاوت يكون مثلا اكس ام ال ولا جيسون. اوكي، وش الافضل بينها شباب؟ افضل حاجه عندك الجيسون. الجيسون سريع جدا بالاستقبال والمعالجه اكثر من اكس ام ال. فعندك خيارين باللغه او بالاي بي اي، انصحك تستخدم جيسون بدل اكس ام ال. تقريبا هذه نظره عامه من فوق بخصوص الباك اند وفرونت اند. اوكي، خلينا نتكلم شباب نظره بسيطه عن الابلكيشنز، ايفون اندرويد، الامور هذا كيف نقدر نفرق بينها وش انواعها. لاحظوا شباب الدفتر خلص، لو تذكرون الدفتر هذا كان بدينا فيه ايام رمضان كنا نكتب نشرح، فالان ما شاء الله خلص. فاللي بيشتري الدفتر بنعرضه ان شاء الله في المزاد، كل صفحة فيها شرح بالسكيورتي بالهاكينج، فأي واحد يطلب أكثر هذا مدري إيش فيها شيء خطير. أوكي، طيب خلنا نتكلم عن الابليكيشنز. عندك ثلاث أنواع عندك ثلاث أنواع من تطوير الابليكيشنز نقدر نقول. أول حاجة أبشر بعدين تعطيه مجاني، مشكلة ترى خبر بفلوس ما عارف سعر، يبغالي واحد معي بزنس مانجر دايم، كل شيء عندي مجاني. اول شيء عندك شباب عندك حاجه اسمها نيتف اب. نيتف اب هاي تتكلم كابلكيشنز. اوكي شباب، عندك الاندرويد والاي او اس والويندوز، اذا بغيت تبرمج ابلكيشنز فيها عندك ثلاث انواع تبرمجها. اول حاجه اسمها نيتف اب. نيتف اب هو تطوير البرنامج باللغه النيتف حق نفس اللغه، نفس الجهاز. مثلا قلنا ايفون تبرمجها بالاوبجكتيف سي او تبرمجها في سويفت مثلا. اوكي، عندك اثنين النوع الثاني عندنا ويب اب. اوكي شباب، ويب اب الهايبرد. اوكي، هايبرد الثالثه. الويب اب هو تبرمج موقع يشتغل كابلكيشن. اوكي شباب، يشتغل كأنه موقع أساساً، هو لك يشتغل كأنه آب. هذا بالنهاية ما عندك مميزات، ما في تواصل مع الـ مع الـ مع الـ مع الجهاز يعني، فعندك حدود مشكلة معه. مثلاً أعطيك مثال بسيط، إنك كيف مثلاً تأخذ كاميرا، ما تقدر تشغل كاميرا، باب ما تقدر تشغل كاميرا، فقط كان يدفع. فهنا جاء حل ثالث اسمه هايبرد آب. أوكي شباب، هنا الربط بين تقنية الويب وتقنية الجهاز. أشهر حاجة هنا في عندنا فون جاب. أوكي شباب، فون جاب وغيرها، أوكسليتر وغيرها. ففون جاب، ميزة فون جاب أنه يوفر لك إي بي آي. إذا أنت موقع تبرمجها، طبعا تبرمجها، طبعا هنا تبرمجها بال HTML. أوكي، HTML جافا سكريبت سي اس اس ويب آب. أوكي، هنا مثلا سويفت أوبجكتيف سي مثلا جافا إذا كان من أندرويد. أوكي، هنا الهايبرد اب فون جاب تبرمجها وشو بال HTML نفسه والجي اس جافا سكريبت مثلا، زائد هذا مهم جدا شباب، زائد اي بي اي موفرها الفون جاب. اوكي، انا شكلي داعس انا بالكلام، مشكله تحمست ادعس. طيب الفون جاب المشكلة أخوي من المغرب هذا شكله أنا وياه أصحاب يفهمني على طول، كلامنا سريع المشاكل الآخرين ما يفهمون. الفون جاب في عندك اي بي اي، من ضمن الاي بي اي هنا يوفر لك الموقع مثلا تقول اي بي اي مثلا لتشغيل الكاميرا، اي بي اي لتاخذ مثلا مكان الجهاز، اي بي اي مثلا ما أدري يعني المكان الجهاز، كتابة فايل سيستم، تخزن ملفات، تقرأ ملفات، عندك داتابيز، اشياء كثيره. اوكي، هذا يوفر لك اياه، فهذا حل سريع. لكن خلنا اعطيك مثال، اذا بغيت تبرمج لعبه لازم يكون نيتف، لازم عشان يكون سريع معك. هنا تختار البرامج اللي كانت سريعه، البرفورمانس مره عالي،
فيها مثلا بروسيسنج مره عالي بالنظام، استخدم نيتف اب، مثال العاب، واتساب، تصوير، الامور هذه كلها لازم تكون نيتف اب. اوكي، ويب اب شيء فيه معلومات، بس معلومات عامه، اوكي، موقع فيه معلومات شخصيه عنك، معلومات شركه، عادي جدا. هايبرد اب اذا كان موقع يحتاج اي بي اي، يحتاج مثلا كاميرا مع كاميرا، لكن مره بسيطه يعني ما محتاج هدك كبير. اوكي، استخدم نيتف اب. فعندك ثلاث انواع هذه يا شباب. اوكي، تقريبا انا خلصت من هنا. اذا في شاب اسئله بالهاشتاج اشوفها دقيقه، كان شفت في سؤالين. المحقق هزازي، الله اكبر، اسم خطير. طيب خلينا بس عشان تشوفوا معاي، يسأل يقول ايش تقصد بالفريم ورك، وايش اللي تقدمه، تويتر تدعمه، ايش الجيسون والريستفول اي بي اي. اوكي البوتستراب، قلت تويتر البوتستراب وشرحته هنا قبل شويه، البوتستراب بتويتر هذه ميزتها انك تبرمج او تصمم مواقع بشكل سريع جدا، ما يحتاج تسوي مثلا بوتنز ديزاين، ما يحتاج تسوي دروب داون ليست، ما يحتاج تسوي ريسبونسيف ديزاين، يعني استخدم الفريم ورك هذه تسوي مواقع بشكل مره سريع، مره سهل. اوكي، الريستفول اي بي اي مثلا، حسام بسط، حسام شكل برمج بالبايثون، متاكد الريستفول اي بي اي هنا هذا طريقه معينه ستاندرز تكتب فيها الاي بي اي. اوكي، الاي بي اي هذا تبرمج فيه مثلا، في اي بي اي كثيره جدا، انا احب في بس اسمه سلم. اوكي، سلم حلوه، هذا مكتوب بالبي اتش بي، سكيورتي عالي، فيها كاشينج ما كاشينج، فيها كل شيء. اوكي، سلم هذه، وهذه تعتمد على ريستفول. اوكي، في عندك انبوت اوت والامور هذه كلها، والاوتبوت تقدر تختار تبغى اكس ام ال، تبغى جي اس ام، تبغى اللي تبي. هذه ميزات تربط اذا كان موقع او برنامج، زائد اذا كان عندك في السيرفر. اوكي، تقريبا. اوكي، في سؤال ثالث جاني دكتور ياسر. اوكي، ايش تقصد بالفونجا؟ طيب الفون جاب شباب، ما ينفع اني اشرحكم اياه، لازم اوريكم اياه، فخلنا اوريكم اياه دقيقه. طبعا فون جاب كان برنامج خطير، شرته ادوبي، الحين تابع لادوبي، سابقا ما كان تابع ادوبي، كان منتج لحاله وجميل جدا يعني هذا الموقع شباب. اوكي، فون جاب شو تسوي؟ تبرمج HTML CSS وجافا سكريبت، تبرمج فيه كود واحد مره سهل، ويشتغل معك في كل مكان، يشتغل معك في الاندرويد، بالايفون، بالويندوز، كل مكان. بس في عيوب، مشكلته انه ما ينفع الالعاب، الاشياء صعبه ما ينفع، اذا عندك اشياء سهله فانترستنج مره. شوف هذه كل الالعاب، شوف لاحظ مثلا اشياء حقت مطاعم، اشياء حقت هيلث، مدري اشياء بسيطه جدا مثلا، برامج بسيطه، هذا افضل حل لها. اوكي، هذا الفونجا يعني فريم ورك تستخدمه لبرمجة التطبيقات بشكل سهل. اوكي، الاسئلة عندي ما في اسئلة، فخلنا ننتقل شباب للشغل الدلع. اوكي، شغل المواقع، التولز وكيف هي، والشغل اللي يحتاج سكرين شوتس كثير، فجهز سكرين شوت شباب، اشوف القلوب كثرت، شكلهم مبسوطين. اوكي، ابشر. نعم، الجافا سكريبت ينفع اكيد، هو اساس المواقع الجافا سكريبت. اوكي، اليونيتي، يونيتي 3 دي افضل. خلوا اشياء الاسئله شاب شويه، لان في احنا اشرح لكم اشياء كثير هنا مواقع. اسئله جهزوها عندكم، اول ما نخلص شباب الاولويه راح تكون بالهاشتاج اولويه، حتكون مساله واضحه، ثم اقدر اجاوب على ايش اللي عندكم هنا في البرنامج عشان ما فوت شيء. طيب خلينا نسكر هذا. اول حاجه شباب خلينا نتكلم اول مرحله بالتصميم. ما جاني شيء. طيب اول شيء يا شباب، قبل ما تبدا موقع او قبل ما تبدا برنامج، وش تسوي اول شيء؟ ايش تتوقعوا يا شباب؟ واضح من الصوره، من مصحصح معي؟ اول مرحله لو عندك فكره، يا سلام، نسوي مثلا واير فريم. اوكي، شيء تخيلي بسيط، يا سلام، واير فريم صحيح، شيء تخيلي بسيط
الواحد يقدر يفهم كيف البرنامج او وش نهايه البرنامج او ايش راح يكون. هذا راح تساعدك تخيل البرنامج. اوريكم بعض المواقع المهمه جدا الواير فريم. اوكي، فعندك الموقع هذا انت تستمر، لاحظ ميزه الموقع هذا ممتاز جدا من ناحيه تسوي اشياء خاصه بالجوال، تقدر توري تشوفه بالجوال ايضا بعد، خاصه ينفع للاب الابلكيشن او المواقع شو التابلتس، دراج اند دروب يعني مره سهل. يعني شفت هنا الواجهه شباب، الواجهه تسحب وتحطه بس. هذا الموقع شباب، جهزوا سكرين شوتس ابغى تصورون. اوكي شباب، انا انصح الموقع هذا مجاني ممتاز مره. اوه الله اكبر، 50 سكرين شوتس هذه يبغى لها، انا باخذ سكرين شوت لكم ما شاء الله. اوكي شباب، طيب البرنامج الثاني يعني كل موقع خلص بسكره. هذا برنامج ثاني ايزي مره، سهل مره، سمبل، يساعدك حاجه مره سريعه، ما بدك تضيع وقتك لا فوتوشوب لا، مره بسيط. لاحظوا شوف شوف انا بيعجبني الموقع صراحه بساطته، يفشلني. اوكي، ترسم اي حاجه، لاحظوا تختار الشكل اللي تبيه، مربع، دائره، اي شيء تبغاه. تحط نصوص، لاحظوا شباب ضيف نص، مره سهل، شفتوا كيف؟ فنكتب مثلا، هنشوف عربي يقوي لا، ممتاز، احسن محاضره بالعالم، ايش رايكم؟ ترى شباب نكتب من دون كيبورد، كله انجليزي، يستغربون من الناس. طبعا متى متعود خلاص ما يحتاج يعني. فهنا اوكي، فميزته مره سهل، ودك ترفع كل شيء، شفت كيف؟ نصوص، تعداد نقطي، ما تعداد نقطي، صوره. هذه صراحه احبها انا، ملاحظه عندك ملاحظه معينه، احب الموقع صراحه لانه ميزته مره سهل، ما حاجه تضيع وقت. عندك فكره موقع يدخل تسويه بس وخلاص، تقدر تشاركها يعني، تقدر الملف هذا كله تشاركه لصديقك. اوكي، طبعا اللي لحق على الماك اللي سويت نسخة ابديت جديد الماك حقي، لاحظ ضيعت الماوس تسوي كذا يكبر الماوس، شفت كيف؟ يعلمك وين مكانه، حركة خطيرة، شوف كيف يعلمك وين مكان الماوس. اوكي، هذا الموقع شباب بيصور. انا انصح الموقع هذا اللي يبغى يسوي واحد حاجة سريعة بسيطة ولا يضيع وقت فيها. اوكي، ممتاز. طيب ما شاء الله 50 سكرين شوتس. اوكي يلا الثاني، اتوقع الثاني تكون سكرين شوتس اكثر من قبل شوي تقريبا. هذا من افضل الاشياء، اوكي، افضل من قبله حاجه. لاحظ هنا عندك اشكال جاهزه، يعني عندك هنا اوبجكت جاهز، هنا حاضر باليوميل اللي بغيت تصمم يوميل ما يوميل عارفين حق البرمجه. لاحظ يوميل كلاسز كلاس برمجه، هنا عندك فورمز ما فورم، تسوي مواقع، تسوي اشياء، دراج اند دروب كله، شفت كيف؟ دراج اند دروب ايزي مره، وفي ابداع. انا صراحه احب المرحله هذه من مرحله البرامج، انك تسوي حاجه تبدع فيها، تفكر لا والله هذا كذا، لا والله كذا، قبل التصميم تسوي حاجات كلها. لما يبدا التصميم تكون تصميم مره سهل، ما تصميم حتى البرمج يكون مره سهل عليه، المحلل، فريق العمل، اي واحد معك يكون مره سهل. اوكي، حاجه مره بسيطه وسمبل مره، ويكتب خلينا نجيب العربي، ويب فلو حلو بعد، ويب فلو نجيب العربي كويس، ممتاز العربي، يقبل العربي شباب، حتى الخطوط. لا البرنامج هذا موقع خطير. هذا موقع ممتاز، تفضلوا شباب صوروا الشاشة.
اوكي. ميزاتها شباب غطسون الشاشه ازين من الاعاده، مشكله الاعاده هنا مشكلتها انك لازم تبدا من اول شيء، يعني ما تقدر توقف تبدا النص تبدل وتقدم، هي مشكلته انه هذا مشكله وحيده البرنامجين. طيب خلصنا من فكره كيف تسوي واير فريم. المرحله الثانيه البرمجه، اوكي ابوريكم افضل المواقع تعلم لغه البرمجه. خلينا نبدا اول شيء بالجافا، اللغه اللي اكرهها، اوكي لغه ممتازه تفرد شيء بالاندرويد، حلوه مشكلة شوي معقده مسوي زحمه. ميزة الموقع هذا مش ميزة فيه انك تقدر تبرمج فيه مباشرة اونلاين، يعني انا صراحة اكره انك تنزل برنامج تسوي زحمة تبرمج فيه اونلاين بسرعة، عندك متصفح باي مكان باللابتوب ماك ويندوز اندرويد كل مكان تبرمج فيه على طول، ما احتاج لك لا اي متصفح ولا اي شيء، متصفح لا اي برنامج ولا شيء. فشوفوا شباب هذه مرة ممتاز، برمج مباشرة وتجرب. انا مشكلتي ان الجامعات غصب عليك تعلم جافا، غصب عليك، واربع لغات خمس لغات، يعني خطا هذا انا اعتبره مع احترامي لكل الاساتذه والدكاتره البروفيسورات والجامعات نوع من الدلاخه صراحه، نوع من ضعف التفكير. انت تعلم الطالب تعلم برمجه ما تعلم لغه، اول حاجه علمه، معليش طبعا الموضوع بس يعني اذا صرت إذا بكره احد منكم صار مدير جامعه يعني يمكن ياخذ برايي، يعني اول شيء تعلمه التفكير المنطقي، لوجيك، تفكير منطقي، ثم تعلمه خوارزميات الالجوريثمز كامله. خلصت هذا كله اساسيات علمتها تنفع بكل شيء، بعده تعطيه حريه تقول في عندك في جافا في سي بلس بلس في بايثون في مدري ايش في لغات مختلفه، انت وش تحب خذ اللغه وتعلمها، انا ما اجيك تعلم لغه، انا اعلمك الاساسيات لغه اي برمجه وانت اختار اللغه. او الافضل اذا هو الجامعه، او الافضل الجامعه تختار الشيء الموجود بالسوق حاليا، انا بطلعك عشان تشتغل بالسوق، ما روح ما انت ما تنام بالبيت، نص التعليم الجامعه نازلين بالبيت، اوكي انا اعلمك شيء بالسوق، السوق الحين يدفعون اكثر شيء بايثون ثم روبي ثم اوبجكتيف سي ثم سويفت، انا اعلمك الشيء اللي تمشي فيها، اوكي فانا هذا رايي البسيط، يعني انا ما عندي جامعه لكن ان شاء الله سنه الجامعه راح اطبق كذا. اوكي فهذا شاب الجافا تصورون الشاشة. طبعا اللي يبغى المصادر هذه كلها صراحة أغلى المصادر، خليني بس أوريكم، أنا خفت هذيك المرة ما ودي لكم شاشتي، واحد ما شاء الله أخذ معلومات خطيرة. طيب افضل شيء شباب لو تحصل معلومه روابط اولا تكنو انصحك تتابعها اذا بغيت تشوف، طبعا حاطين اكل هنا ما ادري الاكل هذه لكن دائما صور حقت برمجه. كل شيء انا اغلب المواقع ماخذها من هنا، اغلب مواقع شو اسمه مواقع البرمجه، فاذا بغيت مواقع زياده روح الفيفرتس، اوكي راح نفضله وشوف المواقع كلها، اوكي اللي بصور هذا الحساب. أوكي. طيب نرجع للمواقع، هذه الجافا شباب لازم انا بعدين المشكله بعدين وراي عشاء، فاذا ما ضبطتها ما اقدر اتعشى بعدين فلازم. اوكي طيب شاب افضل لغه نعم صحيح، افضل لغه شباب انصح فيها اذا بغيت تتعلم وعندك حريه لان وقت تتعلم، افضل شيء البايثون. اوكي البايثون تبرمج فيه في كل اللغات، عندك الاندرويد الايفون المواقع كل حاجه، اوكي زائد سهله مره ايزي مره، زائد تخيل تبرمج فيها بالاكس بوكس بلاي ستيشنز تبرمج فيه كل شيء، زائد بالسكيورتي اذا واحد منكم مهتم بالسكيورتي كل التولز الاكسبلويتس كلها عندك تبرمجها بالبايثون. اوكي اهم شيء بالموقع هذا ميزته صور الشاشه بقى. اهم شيء بالموقع هذا ميزته انك تبرمج اونلاين، ما يحتاج انك تحمل ولا شيء، اونلاين برمج وتعلم، يعني انت تتعلم اكتب الكود وتشوف صح ولا خطا. وحقيقه يعني عندنا حسام،
معانا حسام؟ كم يحتاج واحد يتعلم بايثون؟ انا بالنسبه لي اعطيه اسبوعين الى 3 اسابيع بكثير، يعرف اساسيات يقدر يطقطق فيها حتى النكست بعد. فهذا افضل شيء في البايثون. نطلع اللغه الثانيه شباب، شفتوا؟ يومين. حسام يقول يومين بايثون، من قد شباب؟ من البطل اللي يقول انا لها ان شاء الله. واليوم الجمعه، يعني السبت واحد، من يوم الاحد يخلصها. ترى والله تقدرون، اساسيات تقدر تخلصها سهله. يلا شاب، قولوا واحد اثنين وقولوا لي بتويتر. يومين، حلو. معانا منو؟ انس، بطل انس. واحد، ها شاب. من الثاني؟ روان، مدري ريان، ريان. حلو، 6 ساعات 7 ساعات حسب ما تحب يعني. فيفا، حلو. نعيم، ممتاز. أوه كلكم ما شاء الله العنود. يلا خلصوا شباب، واللي خلص يذكرني بتويتر. اوكي، أبعطيه جاهزة ترى اللي خلص. ممتاز عصام، كلكم بإذن الله. هذا أفضل شيء شباب، ريان. أفضل شيء شباب اللغة. أوكي خلصت، صورت الشاشة شباب. هذا أفضل شيء، صوروا عشان تخلصوا اليوم، تدخلون عليها learnpython.org. أوكي الموقع الثاني شباب، هاي تعلم سي بلس بلس. أوكي موقع انترستنج جدا، تعلم فيه سي بلس بلس، جامع لك جميع الدروس بطريقة ممتازة وتفاعلية. سهل، learncpp.com. اوكي وتصورون الشاشة. حلو بطل اسبوع. يلا هذا مهم جدا، HTML. انا من عشاق ال HTML. اوكي HTML ميزة انك تبرمج في كل شيء، انجليزي. جبتيها على الجرح، ما ادري جبتها على الجرح يا ريان. ريان انا انزع جدا اللي اكتب تويتر يقول بالله حط جيب لي رابط عربي، جيب لي رابط عربيه، انت شكلك انجليزي، انت ايراني. كثير يقول ايراني عادي يعني، لاني حط رابط انجليزيه عادي، اي شيء ترى غلط بالدوله حط ايران عادي يعني. فالزبده اول شيء شاهد، وغير تبدع وتتعلم اونلاين تعليم ذاتي، لازم تعلم انجليزي، لازم لازم يعني، لازم توقف تعلم انجليزي قبل ما تتعلم اي شيء. لأن المشكلة جميع المصادر بانجليزي، يعني عربي ما في مصادر، كل المصادر كل انجليزي. فلازم تعلم انجليزي عشان تقدر تتعلم كل هذا. اذا ما تعلم انجليزي ترى المواقع هذه كلها تصير غير مفيدة لك. او في حل مناسب، طبعا حل مو كامل يعني، لكن حل مناسب معقول، كروم. عندك متصفح كروم يترجم المواقع تلقائيا على طول العربي، هذا حل مناسب تقدر تحاول تمشي في نفسك. لكن مع الوقت لازم تطور نفسك بالانجليزي، لازم. مو شرط الكلام قد يكون صعب سبيكينج اوكي، لكن ريدنج عادي يعني. ايش معنى لين؟ معناته تعليم. اوكي ايش معنى كود؟ يعني خطوه خطوه مع بعض. اوكي شباب طيب، هذا موقع شباب جدا مهم جدا، اشتمل من افضل مواقع صارت اشتمل التعليمه. صورها شباب، المواقع كثيره لكن المواقع الكويسه قليله. معلش اوكي ودي اصور الشاشه، ما شاء الله الالوان جميله، الوان القلوب وهذه، لكن خاف اصور الشاشه تطلعون برا بالغلط. اوكي اذا احد معانا يصور الشاشه يرسل لي بس. طيب الموقع الثاني انترستنج مره صراحه، اذا بغيت تسوي HTML 5 تشوف الاي بي اي حقته، الديموز الاكزامبلز، مثلا دراج اند دروب كيف تشتغل، وش الاي بي اي حقتها، الفويس ريكوردينج، فيديو ريكوردينج. هذا موقع مره مهم جدا جدا. اوكي ادخل هنا وشوف كل طريقه معينه، وش البلاتفورم السبورتد، تضغط عليها وتجربها. خل شوف معاكم مثلا دراج اند دروب. اوكي شوف دراج اند دروب تشتغل في كل المتصفحات، مثلا لاحظ امسك حطه هنا، شفتوا كيف امسك حطه هنا، اجره مباشره. اوكي صوروا شاشة شباب، هذا مهم جدا بغيت تخص بـ HTML5.
وانصحكم كلكم لازم تعملوا الاجتماع، فلازم يعني. اوكي ممتاز. الموقع الثاني اللي هو اتوقع ضربة الموسم، يعني اللغة او سميها لغة، لغة الموسم. اوكي اللي اتوقع خلال السنتين الجاية. اوكي جزاك الله خير، يعطيك العافية. اتوقع السنتين الجاية راح تمسك السوق كلها. اوكي يمكن راح تغطي على البايثون، لغة سويفت. سويفت الان تصير اوبن سورس، اوكي نهاية السنة هذه، فلازم تعلم السوفت. وميزة سويفت صراحة لغة سهلة مرة، ايزي مرة. زاد الشيء الثاني فيها، الموقع هذا اللي عجبني، الموقع هذا جامع لك، جزاك الله خير يعطيك العافية، الموقع هذا ميزته جامع لك كل شيء بموقع واحد، يعني جامع لك كل الدروس، كل الدروس في مختلف المواقع في موقع واحد، الكتب، الفيديوهات، كل حاجة. اوكي فالموقع هذا شوف مثلا درس هذا مثلا ما ادري وش جيتنج ستارت، اضغط عليه راح يوديني موقع ثاني. مثلا عندنا مثلا هنا هذا الرابط هذا مثلا، شوف كيف يوديني موقع ثاني. معجبني فيه انه مجمع جميع الاشياء، اوكي بوكس ريفرنسز كل شيء موجود فيه. اوكي فموقع خطير، فانصحكم تصورونه ويكون مفضل دائما يعني. اوكي ممتاز، هذا سوفت شاب. ابشر مين. هذا موقع ثاني شباب ممتاز مرة. الموقع هذا ميزته انه يجمع كل شيء في صفحة واحدة. عندك التيرمينالز مثلا، عندك بي اتش بي، البايثون، التيرمينال اللي تكتب فيها، زائد هنا الادوات اللي تبرمج فيها مباشرة اونلاين، تبرمج مثلا سي، تبرمج كذا، كلها موجودة في موقع واحد. مثلا خلينا ناخذ مثال، عندك مثلا لينكس، تبغى لينكس اضغط هذا سنت او اس، اوكي يفتح لك كذا التيرمينال حق لينكس، شوف التيرمينال حق لينكس. اوكي تبرمج مباشرة بلينكس. اوكي في عندك هنا بعد، خلينا ناخذ مثال ثاني اوريكم. بس عندك مثلا هنا وتودك تبرمج مثلا بال اي شيء شباب، ليتكس. ليتكس خطير جدا. احد يعرف ليتكس شباب؟ البطل اللي يعرفها. ها شباب اهداف الليتكس شباب، لا ليتكس هذا واحد بس، معقولة؟ قاعد ادرسها. اوكي اثنين، هذا افضل، هذا افضل سكريبتنج، يعني افضل اداة لكتابة أي بيبرز، بحث، كتاب، أي حاجة، أفضل شيء هذا. أوكي أنا تعقدت منه أساسا، كان أول بروفيسور حقي أيام الدكتورات يقول لا لازم تكتب فيها، أقول أرجوك، أنا أحب الوورد، أحب الألوان، الوورد جميل، الوورد يجيك أول خلفية، قال لا غصب عليك تتعلمها، وكل ما أتعلمها أحاول أسحب نفسي، ما ودي أتعلمها، ما أحب الأشياء هذه، لكن بالنهاية تعلمتها خطيرة مفيدة جدا. أوكي ميزتها أنك تكتب زي كذا، أوكي أوامر معينة، مثلا حط صورة بحجم كذا، حط ريفرنس، حط الكوماند، هو اوتوماتيكيا يحط لك الريفرنس تحت، اوتوماتيكيا يحط لك الصوره. مثلا تبغى مثلا بيبر، تبغى تكتب بحث او كتاب، صفحه واحده اوتوماتيكيا يحط لك صفحه واحده، صفحتين ينقلها صفحتين، ينقلها يمين، الالايمنت، التعداد النقطي يحط لك اياها مباشره. فكتابه مره واحده سكريبتنج يطلعها اي شيء، بي دي اف، اي باب، كل حاجه. اوكي فهذا مرة خطيرة، أي واحد يكتب كتب، لاحظ اللي يكتب كتب، اللي يكتب بحوث علمية، اللي يكتب بحوث علمية، أي حاجة، إذا أنت مبدع ودك تكتب كثير كتب ما كتب، أنصحك باللغة هذه تعلمها عشان تقدر تخلص كتب مرة سريعا جدا. الوورد مشكلته أنك مثلا افتراضة عشان تفهمون،
الوورد بغيت اعدل مثلا ريفرنس ولا اعدل مثلا خط البولد، اختار اسوي هايلايت تظليل على الكلمه واحط هايلايت. اوكي هذا لا، احط امر قبلها بس خلاص هنا بديت بيجن. هنا بحط مثلا ريفرنس، بحط سكشن، طيب هنا السكشنز، السكشنز خلاص خلاص سكشنز كونكلوجن. هو اوتوماتيكيا السكشنز مثلا معروف ان السكشنز خط كبير وعريض وكذا، على طول يعرف كذا. اوكي فخطير جدا. لحد سالنا اسئله ثانيه انحرج منها لان البرنامج هذا يرفع ضغطي صراحه اللغه هذه، لكن خطيره جدا اللي يحب الكتابه خطيره. مديك تبقى على طول اونلاين ما يحتاج تولز. اوكي صوروا يا شباب، هذه اسمها فوق، شوف الرابط هنا موجود الرابط واسمها موجود، تعلمها مهمه جدا. يعني اي واحد يود يدرس بكره ماجستير ويكتب بيبرز ولا اي حاجه، يعني هذه غصب عليه راح يتعلمها غصب عليه، فمن الان تعلمها. يعني هذا الرابط شباب صوره. اوكي خلصنا هذا شباب، ننتقل للشيء الاخر. ودي اعلمكم شباب، طبعا قبل ما ندخل بالتعليم بسيط، يعني المطلوب مني كتابتي بالعمل انديزاين حسنا صح، ما احتاج انديزاين ولا شيء، اكتبي فيها بس هذا اكتبي فيها. طبعا متوقع اني جيك تو بي صحيح، اتوقع من جيك تو بي ما شاء الله الفاوندر حق جيك تو بي صحيح. شباب جيك تو بي صراحة من أفضل المجموعات النسائية، مجموعة نسائية ممتازة مرة. أي واحدة بنت تسمعني حاليا ادخل تويتر اكتب جيك تو بي وسوي لها فولو، ما شاء الله عليهم ممتازين جدا، يسوون دورات برمجة تعليم ثقافة كل حاجة بنات بالتقنية، خاصة تقنية مثلا مجموعة تقنية، والبنات اللي فيها مسكتها ما شاء الله تبارك الله رائعين جدا جدا، كل يوم اتعلم منها انا صراحة، فممتازين مرة ما شاء الله، والطموح عندهم طموح مرة عالي. فضروري يا بنات تتابعوا الحساب اسمه جيك تو بي، اوكي موجود في تويتر. اذا ممكن تحطين الحساب، اتوقع جيك تو بي كذا حساب اذا ماني غلطان. فشباب هذا موقع، لا مو كذا كتابته، ظاهر 2 2 يمكن زي كذا جيك تو بي صح. اوكي شباب في عندنا يا اخوان هالموقع هذا مره مهم انترستنج، ميزته صراحه تبرمج فيه بالايفون بالاندرويد كله من خلال سي شارب، بلاتفورم واحد تبرمج فيه سي شارب، تقدر تبرمج فيه كل البلاتفورم. اوكي سووها يتوقعون بيضرب من لفتره يمكن سنه او شيء، جربت انا فريقنا البرمجه قلت غصب عليكم تتعلمون فيه وخلاهم يجربونه، لكن مشكلة اكتشفت انه لا صراحة مو هذيك الدرجة اللي يمكن ننتقل له ننتقل له تماما. فلوس مشكلة فلوس، لكن مشكلته انه لا هو فانكشن سي شارب، وثم ثلاث برمج بالاندرويد الحالي والايفون الحالي، مو حقيقة ون كود برمج في الكل، يعني مو حقيقة يعني مثل ما يقولون بالضبط، لكن مهم جدا يعني تقدر تشوفه تعلمه. على طار الشباب ترى عندنا ما شاء الله، يعني يمكن بعد يومين تنضم معانا واحدة كانت متابعتني في المرة في تويتر، وقلت مره شاب اللي متحمس يرسل لي ايميل يشتغل مع المتطوعين، لو ناس ارسلوا لنا واشتغلوا مع المتطوعين والان تنضم معانا. فنصيحه اي واحد يبغى يشتغل يبغى يبدا، التطوع مهم جدا، تطوع اشتغل برامج سوي تطبيقات سوي فريق سوي اشياء، خل تعلم ترى لازم تعلم، ثم ان شاء الله الخير يجي، بس اهم شيء حاول تطوع لازم يعني وتعلم. اوكي الان نخلص راح اقول لكم كيف الموضوع التطوع. اوكي طيب هذا الحين اقول لكم شباب مواقع تبرمج فيها. ما شاء الله والله كم ساعة واحدة ما شاء الله عليكم صاحين ممتاز كويس، نصحب العلم ازي ما نصحب شيء ثاني. هذا الموقع الحين اقول لكم شباب افضل مواقع بالنسبة لي انا كياسر، انا ما احب برمجة من خلال الجهاز، احب برمجة من خلال المواقع. المواقع ذاتها ايش ميزتها عشان اشرحكم بشكل نظري بسيط، اوريكم كل المواقع. رقم واحد انك تحفظ كودك معاك في كل مكان، طبعا ما كلاود اوكي خطير، تاخذ موقعك فيه في كل مكان. اوكي في جهازك في العمل في البيت كل مكان كودك موجود، رقم واحد. رقم اثنين تقدر ترسل لصديقك، تقدر صديقك تدخل معاك تبرمجون كلك في نفس الوقت بس من خلال متصفح بس. اوكي رقم ثلاثة
تقدر تشغل المواقع. اذا اغلب خدمات البرمجه في عندك مباشره، تبرمج تشوف الريزلت حقك مباشره على طول، ما يحتاج لك لا اندرويد ولا ايفون وما ادري ايش. اوكي، هذا كله تبرمج فيه اونلاين، فاونلاين مهمه جدا تبغى تبرمج فيها. فوريكم بعض المواقع. اهم موقع انا احبه صراحه كلاود 9. كلاود 9 مهم جدا، تبرمج فيه كل شيء اونلاين معك، كل اللغات تبرمج فيها. جرب مباشره، تدعي اخوياك معك، اذا عندك فريق عمل بالجامعه ولا شيء انصحك تستخدم كلاود 9. كل شيء مش لاحظ كل لغات البرمجه، شوف اليو اي جميله جدا، اليو اي يقطع شباب النت، اتوقع انه كويس ولا حلو؟ ممتاز جميل. شوف شباب، انصحكم هذا افضل موقع، يعني اللي ماسك السوق كله صراحه، افضل موقع للبرمجه والتست، يعني حتى في اي دي اي مباشره اونلاين. اوكي، كل حاجه فيه. اصور الشاشه شباب، مره سهل، c9.io، ما في اسهل منه. هذا افضل موقع، هذا ماسك السوق كله. مجاني؟ نعم اجرب مجاني، ما ادري هو في فلوس، في نسخه بفلوس. لاحظ مايكرو سمول غريب، فلوس خبر مجاني واستخدم مجاني. فري، لاحظ موجود فري، لاحظ في فري هنا فري، لكن تبغى مزة اكثر يكون فلوس، لكن هو فري اساسا. 512 جيجا، ميجا 1 جيجا، هذا كله. طبعا هذه مشكله، صح واحد سالنا شاب من هذا العسيري بخصوص السرقه. بالنهايه تبرمج الكود حقك موجود عندها، يعني كودك البرمجي موجود عندها، لكن بالنهايه مو مشكله عادي، يعني برنامجك مو ابل ولا شيء، يعني هم عندهم سكيورتي عندهم كذا، لكن يعني اذا عندك برنامج ممكن تستخدمه، انصحك تستخدمه صراحه، سهل مره وكل حاجه. اي والله صح، خلي فتره اسئله بدل ما اضيع وقتكم اجاوب عليكم، ويمكن في شاب طولت عليها، فخلنا اوريكم كل المواقع ثم اجاوب على الاسئله. اوكي شاب، بالله اللي عنده اسئله يمكن يشرح لي في المره ثانيه، انا اقل واحد، انا من ياسر، انا اقل واحد، اقل واحد في كل شيء، انتم كلكم ازين مني، كلكم انتم ازين مني بكل بساطه. اوكي طيب، نروح الموقع الثاني شباب. هذا موقع انترستنج مره، ميزته لسه ما فتح، لكن ممكن تاخذ ريكوست اكسس تطلب منهم. مين صراحه تقدر تبرمج، تختار تختار البرمجه، تشوف اونلاين. ايش ميزتها؟ ميزتها انك تربطها في الجيت هاب، لما تروح بالجيت هاب وتحط اي كود عليه اونلاين مباشر يرفع بالموقع على طول. اوكي، فمن ناحيه شيخ لا تحطني بلوك ارجوك، لا تسوي زحمه عشان ما اسوي لك بلوك. طيب اوكي شباب، فميزتها انكم صار عزم كلاود 9، سهل جدا وخطير. مشكلته انه لسه ما فتح، لازم تطلب، خاص كتب له، لا لازم تطلب اكسس له. اذا طلبت اكسس، اذا اعطوك اكسس له صراحه موقع خطير جدا. اوكي، المشكله الشاشه ضربت من اللون فمو واضح الخط، فخلنا اطلع شوي. اوكي كذا واضح، هذا افضل مواقع، جديد وخطير مره صراحه. ميزتها ربط مع الجيت هاب مباشره، حط كود بالجيت هاب على طول يرتفع هنا مباشره على طول. اكسس من نفس الموقع تحت، اطلب هنا ريكوست اكسس. اوكي حط ايميل اسحب عليه. اوكي طيب، الموقع الثاني شباب، موقع ثاني انترستنج بعد، منافس كلاود 9، ترش فيه اونلاين. اوكي اكتبوا الشيخ بطل، تعجبني، موجود كتابتي اللي ضيع، صور الشاشه في واحد يكتبه، المغربي، صاحب المغربي، ارجوك صاحب المغربي بالله قل لاخوياك يهدون اللعب. كل يوم جاتني ايميل صوروني ينزلون باليوتيوب، افضحوني.
فقال لهم هدوا اللعب شوي، اذا يبون يخترقون يخترقون الناس برا اسرائيليين ولا شيء. فهذا موقع ثاني شاب انترستنج اونلاين، صوره بعد. اوكي شباب، الموقع الثاني، موقع ثاني ايضا نفس الفكره، تبرمج يمين تشوف يعني انترستنج، ما ودي اضيع وقتكم، صوروا نفس فكره كلاود 9، برمج اونلاين وتعليم ما تعليم، صورها عشان تقرا النوع الثاني من انتهينا البرمجه المواقع. اوكي طيب، هذا انترستنج لكن يعني اوكي، هذا نفس الفكره بس خلاص اكره صراحه، بثيتكم بالاونلاين برمجه، اوريكم شيء ثاني. هذا ميزته شاب برمجه اونلاين، ايش ميزته؟ انه في اوبن سورس، يعني لاحظ الاوبن سورس هذا، هذا موجود معك بالجيت هاب، كل شيء تشوفه هنا، وينه؟ هنا شفتوا هذا كله، هذا كله الاي دي هذا كله شباب، هذا كل البرمجة، الواجهة، البرمجة من خلال الويب، من خلال المتصفح، يدعم كل شيء. هذا ميزته كله يشتغل اوفلاين، يعني عندك شركة او عندك جامعة ولا شيء، ديك تحطه عندك اوبن سورس، او عندك حسام تقدر تحطه عندك في الشركة، حطه عندك وجربه. شوفوا هنا الجيت هاب، حمله كامل موجود معك في كل شيء، لاحظ هذا كله موجود عندك يشتغل معك اوفلاين، اوبن سورس مجاني. في اخر شيء اقول لك، كان في عندك مود كلاود، مود كلاود هذا اول كلاود سعودي للبرمجين. اوكي خليني كان افتح لك اياه، اه ما شاء الله، هذا الموقع شاهد. هذا مود كلاود، هذا كلاود سعودي، نفس فكرة هذه، تقدر تبرمج فيه وتعطيك يعطيك رابط وتشوفه اونلاين، ما يحتاج لا استضافه ولا شيء. وسووه شباب معانا، حسام ومجموعه 6 شباب ثاني ثانوي 16 سنه، سووا الموقع هذا كله، برنامج كامل تحطه عندك، تربطه في 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 بروجكت او في فولدر معين، تكتب ملفاتك اوتوماتيكيا يرفعها عنده بالكلاود، يعطيك رابط وتبرمج وترسل الرابط هذا لفريقك، العميل، اي شيء. اوكي فهذا شيء سعودي وانصحكم تدعمونه، فخط خطير معاهم، يعني خطير جدا البرنامج. وممكن حسام ايضا يستخدمون نفس الاي دي هناك اوبن سورس، فيكم ممتاز. صوروا الشاشه شباب وادخلوا وسووا ساين اب، اوريدي يفتحوها الشباب اتوقع. اوكي شباب افتحوا تسجيل، وحتى هذه عجبتني، لاحظ شفت شو 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 حركه، شفت شو الحركه هذه، هذا كله سي اس اس، لاحظ شوفوا اسوي كذا، شفت الانيميشن هذا؟ هذا كان بالتليجرام، حسام هذا حسام معانا، كان وراه خويه معاه بالتليجرام، كان يقول شوف الميزه هذه، فصاحبه لاحظ كلهم شباب ثاني ثانوي، شباب سعوديين يعني، قال لازم اسوي بسيس كلها، لازم اسوي الانيميشن هذا، فسوى من الصفر. لاحظ الماوس حقتي لما اضغط عليها، لاحظ يرتفع فوق وتجي انيميشن، يروح يمين يروح يسار، لاحظ شوف كيف انيميشن صعبه، شوف شوف كيف هو مسويها، جميل جدا يعني برمجيا حلو مره. لاحظ لما خلص فقط سي اس اس، طب مجنون ما شاء الله محمد هذا، صح؟ فممتاز مره، هم مسويها. طيب لما ترفع الكود يا حسام ارفعه وارسل لي اياه، خلنا اشاركه مع الشباب اللي يستفيد منه. الموقع شغال حسام حاليا، هل ممكن تدخلون عليه الآن يجربونه ولا لا؟ ترى حسام معانا، هو قائد الفريق، حسام حق مود كلاود اللي هو معانا حاليا شغال، يجربون الشباب ولا؟ الكوماند لاين ايه؟
شغال شغال الكومن كوماند لاين، اوكي ان شاء الله شغال على الويب انترفيس ولا والجوي انترفيس. الواجهه الرسوميه قريبا ان شاء الله يوم الاحد، صح؟ اتوقع الاحد شغاله ان شاء الله. لكن الحين كوماند لاين، ادخل واربط الكوماند لاين عندك وحطه في فولدر معين ليسننج، اي تشينج بالفولدر هذا يرفع مباشره على طول فوق. اوكي خلصت يا شباب، صوروها وعشان يدعموهم صراحه يستاهلون الدعم. modcloud.io اذا تقدرون تحطونه بتويتر، حطوه بسناب شات، بواتساب، انشروها شباب صراحه يستاهلون امثله يعني. اوكي بس حطوا حسابي بعد لازم. يلا بسم الله ننتقل لمرحله ثانيه شباب. علمناكم الحين كيف تسوي واير فريم، علمناكم كيف تعمل برمجه، علمناكم كيف تبرمج اونلاين، الحين اعلمكم كيف تسوي شيرنج الكود حقك. اوكي هذا افضل موقع صراحه حبيته مره. اذا عندك مثلا كود معين ودك ترسل لياسر مثلا وتاخذ راي ياسر او صديقك وتخلي ياسر يكتب لك ملاحظات داخل، شلون؟ زي كذا مثلا مع بعض شباب، تقول اشتمل مثلا، لاحظ انا اكتب اشتمل مثلا هيد مثلا اي شيء. اوكي شباب مثلا اي شيء خرابيط. اوكي كتبتها، لاحظ سويتها الان، طبعا ماي نيم زياسر، هذا الرابط. لاحظ شباب اشتراوت فوق في رابط، اي مكان تضغط عليه يفتح لك تعليق، اقدر اقول والله هنا الكود خطا ولا اسوي كذا ولا ترى ما اي شيء اكتبه. اوكي اسوي سيف اوتوماتيكيا، خلاص صار سيف حاليا. مشكلته بعض الاحيان يعلق، اي وقت تعطي الرابط شوف تعليقاتك، ترسل اصدقائك بتويتر على الايميل كل مكان تسويها، وخطير صراحه. فهذا افضل موقع اذا بغيت تشارك مع اي واحد الكود، وشكله واحد صك وعين وعي يشتغل. اوكي هذا رابط شباب، شفته؟ شفت تعليق كتبته قبل شوي؟ موجود تعليق، فخطير جدا. فصوروا يا شباب، هذا افضل موقع للمشاركه. كل عام وانت بخير شيخ طلال. طارق اسف، كل عام وانت بخير طارق، شرفتنا. شيخنا العقيل ما شاء الله، هذا مبدعين اليرهب ما شاء الله، داعمين كل شباب، داعمين الشباب والفريلانس والمتطوعين اي واحد يبغى ورك سبيس انساكم في اليرهب، هذا عشقي، مكان عشقي، بس اليوم اسحبوا علي. اوريكم الشباب، يعني اذا واحد برياض وده يشتغل مع التيم حقه والفريق ولا اي شيء، يبغى مكان بدل المقاهي والزحمة، نصحكم في اليورهاب. اشتراكه فقط 500 ريال بالشهر ولا بالساعة 3 ريال على حسب. 500 ريال وكل شيء مفتوح لك، وتقدر تبرمج، تجيب اخوياك، كافي مجاني، مويه مجاني، كل شيء مجاني. اوكي وبيئة هناك مرة محمسة، في غرفة اجتماعات فيها كل شيء، لاحظ في غرف اجتماعات، في اوبن اير، انا احب الاوبن اير هذه، تجلس اي مكان تبيه وعلى طريقة ملك فهد. فانصحكم اي واحد اذا بيشتغل مجموعه برودكت مشروع فقط يحجز هناك ويروح. في تخفيض شباب قدام ال شو اسمه، قدام الرياض جاليري فوق بنك الامارات مباشره. اي واحد يروح هناك، في نساء يمكن عادي، يعني في غرف عادي، غرف في نساء عادي. فاي واحد يروح هناك في تخفيض مجموعه دكتروبي مجموعتنا، فانصحكم تروح هناك عشان اخسرهم. اوكي شباب هذا الكوبون، اعطهم الكوبون هذا دكتور وبي، ويعطوهم تخفيض 10% يمكن او 15%، ناسي والله، تخفيض محرز يعني مره. روح هناك وجرب ساعه، مو خسران شيء، شوف كيف الوضع. والشيخ قال الله يحييكم. المكان 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 هذا المكان، شفت المكان هنا؟ رياض جاليري، رياض جاليري هنا الشمال، هنا بنك الامارات، هو فوق بنك الامارات على طول بالدور الثالث.
انا بالنسبه لي عشق المكان هذا، كنت اول دائم جافا تايم جافا تايم جافا تايم، الحين لا، هنا اليور هاب الحين. هذا الشيء ثاني شاب، كتابة الكود، بغيت تشارك الكود حقك انصحكم ايضا موقع ثاني هذا جربوه. هذا موقع ثاني، تكتب كود ترسله لزميلك يكتب ملاحظات. وميزته هذا ميزة شباب، عندكم هنا يا اخوان يمديك تشغل الكاميرا مع بعض، تشوفون مع بعض، تكونوا مع بعض، تناقشوا مع بعض. يا ريت والله. فهذا كله اوكي شباب، ممتاز. طيب الموقع الثاني، مشكلة كثر المواقع ضيعت صراحة، ما ادري وش الموقع هذا، خلينا نكتب كريت نيو دوكيمنت. هذا مثل فكرة اوكي شباب، مشاركة اكواد، تكتب اسمك تكتب الكود حق. انا دائما صح، اوه الموقع هذا حبيبي، دائما استخدم موقع هذا صراحه في الانترفيو. اذا بغيت تسوي انترفيو شو يسمون هذه، عاد مش ترجم، مقابله مع مبرمج، حتى كاونلاين ما بشوفه اساسا، انا اعطيه رابط، اسوي هنا ادخل واعطيه رابط، هذا شفت الرابط اللي فوق، اعطيه الرابط هذا واقول ابدا اكتب، وحدي لغه البرمجه اوكي، اقول مثلا جافا، يلا اكتب لي جافا، فهو يكتب مباشرة مقابلة، فأقدر أشوفه كتابة الكواد حقته، تأخر ما تأخر، صح مو صح، كله مباشرة أوكي. أكلمه مثلا سكايب وأرسله الرابط أوكي، أرسله الرابط هذا وأشوفه مباشرة. فهذه من أهم الأشياء أسويه، إذا إنه كويس لك وقت يجي شخصيا، إذا ما كويس من البداية أقول مع السلامة. فهذا ممتاز، صور الشاشة خطيرة جدا، الموقع هذا مرة خطير. ننتقل الآن آخر مرحلة من مراحل التطوير، وهذه مرحلة تيستينج، التجربة أوكي. افترض عندك موقع ودك تشوف السكرين شوت حقته، مثلا واحد قال لك والله الموقع حقي مو كويس بكروم، والله باللينكس كويس، لا بالويندوز بالانتر اكسبلور فيرجن 7 مو شغال، تعقد صح؟ ايش تسوي؟ اكتب موقع www.google.com مثلا، www. مثلا جوجل دوت كوم اوكي، ولا خلينا نكتب حسابي، خلينا نشوف تويتر، خلينا نشوف في حركه اكثر، شوف كيف الفيديو والروابط على الصفر اوكي. اضغط هنا تلاحظ وتختار تشيك اوكي المواقع اللي تبيه، خلينا نقول هذا براوزر قديم مره، مو مشكله يلا عادي قديم، ويندوز ماك لينكس اوكي، اقول سبمت، افا بلوكت، محذوف من قبل هذا حقهم. خلينا نقول طيب اي موقع، جوجل حتى جوجل، تعطيني موقع سخيف مو حادث، موقع عادي جدا يعني، مو موقع مشهور، الرياض مثلا، هذا حق تجربة الرياض، دائما ادخل فيه لما ادور التاريخ الهجري. اضيع التاريخ الهجري، ادخل جيت الرياض واشوف التاريخ الهجري، وحاطه بعد، طيب اعطوني موقع اسخف منه، طيب مو مشكلة، ادخل عليه جربوه انت اوكي. فهذا مشكلته الوحيدة انه فقط لينكس ويندوز ماك، تبغى حاجة افضل انصحك انا عندك هذا. هذا الموقع حبيت صراحة، هذا الموقع رهيب. ايش ميزته؟ كل مكان عندك ايفون اندرويد ويندوز ماك كل شيء اوكي، لينكس فيه، يمكن الشيء الوحيد ما فيه لينكس اوكي. فعندك هنا شميس، لاحظ اندرويد، اختار وش جالكسي مثلا 3 اس جي اس مثلا، ايفون ايباد اير مثلا، ايفون جي اس، ابر مثلا متصفح رقم 5، متصفح رقم 12، متصفح رقم مدري وش اوكي. حط الموقع هنا ويطلع لك التست مباشره. انا سويت قبل جوجل، لاحظ شوف هذا جوجل، شوف كيف الطريقه حقته، يقول لك مثلا هذا ويندوز 8 مثلا، هنا او اس مثلا، هنا ايباد، لاحظ الايباد 4 كيف شكل جوجل، ايباد 4 جنريشن، ايفون 4 اس، لاحظ شوف كيف ايفون ويب فيو، هنا موقع، لاحظ شوف الاختلاف.
فتقدر إذا عندك موقع تجربه هنا مباشرة، فهذا أفضل موقع أنصحكم تجربة. هذا عشان تشيك الموقع حقك قبل ما تطلع الموقع حقك، قبل ما تنشره حطه هنا وجرب، شوف كيف طريقته، شغال مو شغال، ايش فيها اخطاء. مثلا افترض انه بالجوال مو شغال، تحاول تصحه قبل ما ينزل يعني، وتصير مصيبة بعدين. فهذا مهم جدا يعني. اوكي، ننتقل للمرحلة الثانية. هذا الموقع، وهذا الموقع الثاني ما صورته، موقع ايضا مهم. إيه هو المسجل يعني، كل حاجة الحين محادثة كلها مسجلة، المقابلة هذه. فإن شاء الله متى ما فضيت ننزلها إن شاء الله. أوكي طيب، المرحلة الثانية شباب تجربة التطبيقات. عندك برنامج أندرويد ودك تجربه، بس ما عندك أجهزة، أو عندك جهاز واحد بس، موبايل واحد. طب أنت بتجرب 50 وعندك سامسونج، هواوي، مدري 100 شيء. أوكي، هذا خطير جدا. حط البرنامج حقك بس، هو يجرب على 50 تطبيق، خطير جدا. هذا اوكي. برنامج ثاني صراحة خطير جدا، خطير، ابشر من عيني. برنامج ثاني خطير صراحة، من نفس الشركة اللي قلت لك، سي شارب. لاحظ تبرمجها كل تقييم واحد، لكن ميزته هذا انه في اغلب التولز يعني عندك، الظاهر ما ادري اذا اندرويد بس، اندرويد مشكله، ظهر اندرويد بس يمكن. اوكي، يعطيك احصائيه جميله جدا، وتقدر تضغط على واحد، شفت الشاشه هنا، يفتح لك الجوال نفسه، وتحط هنا ميزه، تحط التستنج، تقول مثلا اضغط الزر نفس التستنج. اوكي شوف مثلا روتيت، ما روتيت، شفت كيف؟ خطير جدا. ممكن نرجع هنا. اوكي، كل الجوالات. هذا الموقع صراحة انصحكم كلكم تجربونه، مرة خطير. هذا الرابط. اوكي، اخر موقع نفس الفكره، تيستينج. شفت الاجهزه كيف؟ الاجهزه موجوده مثبتينها. شفت الوصله هذه، ينقل الامر يقول الان شغل برنامج عشان التيستينج. اوكي، في اجهزه حقيقيه، تجرب اجهزه حقيقيه. اوكي، برنامجك جرب 100 جهاز، 300 جهاز، 400 جهاز. فهذه مهمه جدا، عند تطبيق مثلا. فهذا الموقع. اوكي طيب، خلصنا مواقع. خلينا نرجع الأسئلة، إذا في أسئلة. أول شيء خلينا نشوف الهاشتاج، أتوقع في مجموعة من الأسئلة كان شفتها. اول واحده من الدكتور علي، الدكتور علي ترى مره ممتاز ما شاء الله، تشفير نمبر 1، هذا حسابه وسوى له فولو، ترى ما شاء الله بالانكريبشن والنفسي ممتاز مره. دكتور من بريطانيا، متواضع جدا ويساعد كل الناس صراحه يعني. طيب سؤاله، لاي مدى اصبح الويب اب سريع وقريب من النيتف اب؟ مدى عالي، لكن مشكلته انك ما تقدر يعني، انت محشور، انت بالنهايه ما تقدر تبني شيء مثلا العاب برفورمانس مو عالي، في عندك اي بي اي محدود. لكن اذا كان موقع في معلومات عامه، اشياء بسيطه، راح يكون خطير جدا. زائد الان في عندك نود دوت جي اس، اشياء ثانيه تخلي المواقع مره خطير. مثلا عندك تويتر، الان تويتر ولا فيسبوك والامور هذه، خلت المواقع سريعه جدا وممتازه، لكن الى حد ما، الى حد عرض بيانات يعني. متى يعني، هو وش الفكره؟ اذا خليت الهيدك والضغط على السيرفر حقك، ما عندك مشكلة. تويتر الحين، تويتر
كل تويتات، والداتابيز هي الضغط على الداتابيز، انت فقط مشاهد. فانا اقول لك هنا روح وبعد ما عندك مشكله. اما اذا كان الضغط عند الجهاز، على الجهاز نفسه اللي هو المعالج والميموري، لا الباب ما ينفع، الباب لازم يكون نيتف اب لازم. هذا يمكن فرق رئيسي. السؤال الثاني، شكرا الاجابه. ايش رايك تترك الادوات اللي تسوي لك الشيء مره واحده بدون ما تكتب ولا كود، مثل بناء تطبيقات؟ موجود مثلا عندك اب انفنتور والامور هذه كلها، لكن مشكلتك الى حد ما محدود. يعني مشكلتها هذه الكبيره انك يا طول العمر انك تبرمج، ممكن تبرمج برنامج يطلع صوره وتضحك بس مثلا، يعني يطلع زر تضغط يطلع صوت مثلا، اوكي يفتح لك برنامج، تفتح لك موقع بس، اوكي ما عندي مشكله. لكن اذا بغيت تسوي برامج اكثر تعقيدا، هنا تتاقف الى حد ما تقدر تسويها. فعندك اشهر حاجه شباب اسمه اب انفنتور، اوكي اكتب لكم هنا شباب، اب انفنتور، هذا سويته جوجل، اوكي، والان مدعوم من قبل MIT، مصدر من قبل MIT، وفي نسخه مجانيه اوفلاين تحملها وتبرمج عندك عادي جدا، اوكي فتقدر تجربه اب انفنتور. طيب السؤال اللي بعده، انا ابرمج على اللغه الاصليه تطبيق مثل سويفت، هل يفضل اسوي تطبيق على مثلا ويب اب ولا هايبرد او كمل اللغه؟ لا طبعا، اذا انت تعرف سويفت ولا اوبجكتيف سي كمل فيها، بالعكس اسهل لك وزين لك. طيب السؤال الثاني، دكتور ياسر يا ليت تشرح لنا الفرق بين الجافا والجافا سكريبت. اوكي سؤال خطير. الجافا هو الاسم، اسم متشابه، او ايش معنى جافا اول شيء؟ خشوا شباب، من اللي يعرف يلا، وش معنى جافا اساسا؟ جافا وش معنى جافا يعني بالانجليزي؟ ايش معنى جافا؟ ما شاء الله جميل، اسماعيل ياسين جافا، اسماعيل ياسين صح، القهوة وريم. هي القهوة، الجافا هي القهوة اساسا، الكافية، اوكي الجافا، اوكي. فاخذ الاسم في اللغة الجافا، نعم الكافية، فالجافا هي لغة البرمجة الموجودة المعروفة، الجافا حقت الجافا سكريبت هذا شيء ثاني، سكريبتنج لانجويج وليست لغة، هي مو لغة، ما تطور، ما صارت لغة اساسا، اسمها سكريبتنج لانجويج، اوكي. هذه تبرمج فيها المواقع، مو تبرمج المواقع، تستخدم في المواقع، اوكي بسيطة، تسوي لك حركات مع اشياء بسيطة، الحين في باك اند نود جي اس وغيره، لكن ما تبرمج فول مثلا برامج تستقبل ويندوز بالماك، ما تبرمج فيها. الجافا لا، تشتغل فيها كل مكان، فاوبجكت اورينتد، يعني مثلا الجافا اوبجكت اورينتد، جافا سكريبت هي سكريبتنج لانجويج فقط، يعني هذا تقريبا يمكن الفرق الوحيد. طيب ما في اسئله بالهاشتاج، فاي سؤال شباب هنا انا حاضر، بس بس على واحد واحد عشان اقدر اركز معاكم، المشكله مثلا الاسئله تروح بسرعه. اي شيء بالبرمجه بهذه ابشر. استاذ ياسر عندي مشروع تطبيق موبايل، ايش تنصحني؟ على حسب، اذا انت تبغى تاخذ فلوس مثلا، تبغى ناس كثير اي او سي يدفعون، تبغى حاجه مثلا عادية بسيطة ما يهمك ناس الدفع، استخدم او انت متجه الى قطاع مثلا ناس ما نقدر يدفعون، مثلا تكلم السواقين مثلا، ناس بسيطين مثلا، معلومات، تجي اندرويد، وعلى حسب الجهة حقتك، يعني حسب ما تبغى. يعني الدفع اقصد يعني اغلب حقين الاي او اس معروفة، الايفون ناس يدفعون، الاندرويد اما جيكس ولا ما عنده فلوس حد يعني اما جيكس مثلا او ناس ما يقدرون يشترون ايفون، مو كلامي هذا تقريبا بشكل عام، يعني اغلب بشكل او يعني عام، فاغلب اندرويد ما يدفعون، يحملون مجاني. اما الايفون اغلب يشترون برامج تطبيقات، يشتري تطبيقات، يشتري ان اب بيرتشس، فاللي بيشتري يربح فلوس، الايفون افضل من اندرويد، يعني عشان كذا اغلب الالعاب كلها تنزل بالايفون. يعني طيب وش السؤال الاخر شباب؟ في عندك جافا تبرمج كل شيء، البايثون في كل شيء، دوت نت فيه شباب، شو دقيقه واحد واحد، الاي بي اي سلم،
شاب وقف شوية، عندي خبرة مشروع بايثون. طيب كيف يسوي تطبيقات الايفون اندرويد؟ ممكن تبرمج فيه لغة واحدة مثلا بايثون، نفس السورس كود يساعدك انك تبرمج هنا. في عندك حاجة اسمها كيف الظاهر، اذا ماني غلطان، حاجة زي كذا، كيف ولا كيج، حاجة زي كذا. هذا فريم ورك تبرمج فيه كل مكان، اوكي، في البايثون. وفي عندك اول شيء وريناه اكس مارين، حاجة زي كذا. هذا بسي شارب تبرمج فيه كل مكان بعد، اوكي. شو الفريم ورك يعني؟ عندك فون جاب، فون جاب تبرمج فيه كل مكان، فون جاب، اوكي. حسام بطل صح. في عندك فون جاب تبرمج فيه كل مكان، فون جاب ايضا برنامج واحد يشتغل فيه كل مكان. سويفت ممتاز، سويفت افضل حاجه. يعني اول شيء قبل ما تضيع وقتك باي شيء من هذا واي شيء من هذا، اول حاجه اذا بغيت تبدع برمجه تصير فنان برمجيا، واي شركه كبيره جوجل يا تروح له، ما راح يقول لك والله سوي لي برنامج. ايش راح يسالك؟ رحت جوجل مثلا، ايش راح يقول لك جوجل؟ يقول سوي لي كود بالجافا ولا سي بلس؟ ما راح يقول لك كذا. يسالك سؤال واحد، ايش تتوقعه؟ وش السؤال اللي حيسألونك؟ والله شاب شكلهم، يا سلام. نعم، يعطيك من انت حلو. يعطيك بالمنطق سؤال مثل خوارزمية، يعطيك مشكلة رياضية ويشوفك انت كيف تقدر تحللها، كيف تقدر تحل المشكلة هذه. هي كلها اناليسز، كلها خوارزمية الجوريثمز، اوكي. فانت مثل ما عملت خوارزميات، تذكر الله يذكره بالخير علي الزهراني، الحين صار دكتور، دكتور علي الزهراني في جامعه، الحين جامعه حائل، هو الان ما شاء الله عليه، خلاني احب الخوارزميات عن طريقه. ليه؟ كان هو دائما يقول مثلا اخر شيء، مثلا يحط 10 دقائق بالاخر المحاضره، يقول مثلا يعطيه اسال سؤال، اول اثنين ثلاثه يجاوبون يعطوني، يعطي درجه درجتين بالسؤال النهائي، الاختبار النهائي. من الحماس صرت احاول اجاوب دايم، فصرت دخلت اختبار النهائي ودرجتي كامله. ليه؟ حببني بالشيء. فالان صرت خطير بخوارزميات. ليه؟ حبيت خوارزميات. ايش معنى خوارزميات؟ كل بسيطه. مثلا عندك مشكله، مثلا اعطيك مثال، مثلا عندك مثلا اي زائد بي، كيف اقدر اسوي سي مثلا؟ طبعا سؤال سخيف، بس يعني مثلا انت تكتبها باللغه العاديه، مثلا تقول اول حاجه اسوي خوارزميه، أو أسوي مثلا متغير عادي، اكتبها عادي. ثاني حاجة أضيف لها رقم 5، ثالث حاجة أضربها بالرقم 2، رابع باللغة العادية، أوكي، يسموه سودو كود، أوكي، استخدم سودو كود. ثم رابع حاجة أسوي مثلا أضرب هذا مع هذا، ثم أسوي برنت. تكتب السودو كود باللغة الإنجليزية المفهومة، أوكي. هذه تقدر تسوي سودو كود، ثم تقدر تسوي البرنت الخوارزمية رياضية بعدين فورمال، يعني هذه تجي برياضيه، اوكي. اسوي رياضيات، تيجي عاد الموضوع هذا يجي برمج، اكتبها كود، بس سوي لك كود. يعني برمج ترى اخر حاجه، برمج اخر شيء برمج. الناس توقعون برمج يسوي كل شيء، الشركات الكبيره يسوي. مثلا واحد سال خطير سؤال مره حلو عجبني، قال وش معنى جوجل توظف بي اتش دي اكثر المبرمجين؟ هو طبعا يعني حاقد، يعني قال انا برمج فنان، واغلب جوجل برمجين بي اتش دي، ناس حقين دكاتره. ليه؟ السؤال سأل بالكويرة هذا حق الأسئلة، طلع جواب خطأ. واحد جاوبه قال أغلب بي اتش دي عندهم يحاولون يجيبون حلول مشاكل، يجيبون الحلول. وأفضل حل يمديك تجيب مشكلة تحلها 50 حل، لكن لما أسوي ريسيرش أنا أجيب أفضل حل، برفورمانس عالي، طريقة أسهل، وقت أسرع. الطريقة هذه لما أنت تقول له حل، أسوي خوارزمية ولا ألجوريثمز ولا الفورمولا معينة، أعطيه أي برمج عادي، أي برمج يبرمجها، مو بكدير برمجة أي واحد يسويها، بس التحليل والخوارزمية والتفكير هذا الأهم. فعشان كذا جوجل شوف تلاحظ تجيب ناس ناس دكاترة وناس بروفيسورات، تدفع لهم آلاف، ما يبرمجون، بس يفكرون، بس تفكير، خلص تفكير يلا يا برمج، برمجها بس. هذا هو الشغل الكبير، أوكي. حنا الآن أنا وصلت، أي واحد منكم برمج، أي مبرمج وصل مرحلة معينة، هو أنت تقول البرنامج، تقول فكرة، يفكر أساسا، يفكر بمخه، يحللها كله بمخه. يقول والله برنامج يكلفني 100 ريال، كيف سوى؟ لأن مخه حللها، كم أخذ وقت، كم سوى شيء، أوكي؟ تقريبا هذا كله مع الوقت تزود مهارة حقتك.
اما لو جاك ملك كلاود وجريد وكذا، لا يبغى لك ورقه وقلم وتمسكها يعني، فيبغى لك تفكير يعني، مو سهله. ابشر، الخرزيه ما حضرني الموقع حاليا، نزلتها مره بتويتر لكن انزلها ان شاء الله، احاول اليوم وبكره. في سؤال شباب، ترون انا لحد ما تعشيت والله. في سؤال، خل امن المعلومات وقت ثاني المعلومات. بالعكس، خل المعلومات بعدين، ما ودي الحين برمجة، خل المعلومات والسكيورتي وهذه محاضرة ثانية، دائما محاضرات دائما السكيورتي، فخلينا مرة نركز برمجة بس. ما أتوقعكم جامعة أبدا، مستحيل بجامعة، خليني كذا مبسوط بالقطاع الخاص، مستانس أروح كيف يجيب كيفي. الجامعات المشكلة في ناس كثير ممتازين مرة يدخلون جامعة يتحطمون. ابشر، ايميل اشوف مشكلتي، ايميل صراحه ما الفتره الماضيه كلها مره، بس ان شاء الله ارد على كل جميع ان شاء الله. طيب شباب، اعطيكم الف عافيه وجزاكم الله خير، ولا تنسوني من حسن دعائكم، واذا استفدت من اي حاجه ادعوا لي الدعاء بصلاه الفجر كلها بعد ساعتين بالتوفيق والصلاح، وارجعوا على الماده ان شاء الله راح انزلها باذن الله. تطوع، نعم تطوع، اي واحد شاب يبغى يتطوع يبغى يشتغل في مشاريع، ودي مبرمج مصمم اي حاجه ودي يشتغل في مشاريع معينه يطور مهاراته بشكل مجاني، احنا عندنا مجموعه من المشاريع كثيره جدا نسويها مجاني. اوكي، فيرسل لي ايميل، الايميل حقي في تويتر، يرسل لي يقول انا مثلا اعرف برمجه ويتطوع في مشاريع التطوعيه. اوكي، انا مثلا انا مصمم ودي اتطوع بشريه متطوع، انا محلل، انا مدري ايش. اوكي، بس يكون واحد جاد شباب، نبغى واحد جاد عشان المجموعة ما يتحطم لما يدخل في مجموعة معينة، ما تتنو الآخرين، لأن كلهم متحمسين. ادخل مجموعة، أربط أكثر ناس مع مجموعة معينة عن طريق الإيميل، ونشتغل ونسوي برامج مجانية. أوكي، برامج مثلا أبليكيشنز، مشاريع ننزلها كلها مجانا، مننا نفيد المجتمع ونفيد المحتوى العربي ونفيد كل حاجة. أوكي، ومنها تطور مهاراتك، راح تتعلم راح تستفيد، وبكره تطور مهاراتك تقدر تسوي ان شاء الله برامج بفلوس، تسوي مشاريع خاصه فيك، ستارت اب كومباني، تسوي اشياء كثيره مره. بس اهم حاجه توصل المرحله هذه يبغى لك تطوع، يبغى لك تسوي تعلم يعني. فاي واحد متحمس مره يرسل لي ايميل يقول لي مهارته بالضبط وش المهاره اللي يبغى يسويها، يوعدني وعد انه يعني يتحمس يعني. نعم، سوفت انجيرنج، اي شيء، اي حاجه يعني متحمس ارسل لي يعني، اي شيء ارسل لي ان شاء الله، وانا احاول اربطك مع مجموعه ان شاء الله باذن الله. المشكله انا ابغى واحد يكون عنده مهاره يعني، او وده يتعلم لكن يعني عنده شيء. اوكي، لكن واحد من دون ولا شيء، المشكله انه راح ياخر المجموعه الثانيه يعني، على الاقل قبل ما يجي عندي يتعلم على الاقل شيء بسيط، يدخل اونلاين يتعلم، على الاقل يكون شويه يعني ستيج 2 مثلا، مو ستيج 1، عشان يقدر يساعد المجموعه. انا بربطك مع ناس اخرين زيك. اوكي، عشان تقدر تسوي اي شيء. مثلا ترى نحتاج مصممين، نحتاج واحد واير فريم، شفت شرحت لك واير فريم، تصير المواقع هذه مره اداه مهاره مره بسيطه، ادخل وتعلم، سوي كيف تسوي واير فريم، تسوي اشياء. اربطك مجموعه مثلا عندها برامج ايفون، يقول لك والله انت يا محمد ولا احمد ولا منى ولا هند ولا اي واحد، نبغى نسوي مثلا برامج ايفون زي كذا كذا، انت ادخل تسوي الرسمه، في واحد ثاني يسوي تحليل، يدخل يجمع البرامج ومنافسه وش الافكار ما افكار، يسوي تحليل كامل. في واحد يسوي برمجه، واحد يسوي تصميم، واحد زي كذا، وكل حلقة واحدة. فاحنا نقدر يعني، ترون كلهم تويتر فيسبوك كله، ترون ناس عاديين زينا وزيكم. اوكي، فكلنا احنا ممكن نسوي شيء هذا يعني، ما احتاج واحد يجي من امريكا عيون زرق يبرمج، ولا عيون خضر من الصين، ولا عيونه صغار زي مثلا من اي مكان. اوكي، فانت تقدر، اي واحد عنده عقل، الحمد لله احنا المسلمين عندنا عقل، نقدر نسوي برامج منافسة وبرامج عالمية وافضل من الموجودة. اوكي، يحتاج اخلاص واتقان بالعمل ومن جد يعني، يحتاج واحد يشتغل من جد يعني، يتحمس ويشتغل بإخلاص يعني.
اذا عندك شيء هذا ممكن تسوي برامج عالميه، وهذا متفائل ان شاء الله اذا طوعته صح واشتغل معنا مجموعه صح نسوي برامج عالميه ان شاء الله. ابشر نعم. لا مسجل ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله ننزلها في اليوتيوب ان شاء الله. هي موجوده في البرنامج 24 ساعه في اليوتيوب ان شاء الله تنزل دائما باذن الله. يعطيكم العافيه شباب، وتاخرت عليكم، ولا تنسون استدعائكم، وبالتوفيق ان شاء الله. مع السلامه.